أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لقد أخذت مال أخي بعد وفاته، لقد أخذت مال أخي بعد وفاته وهو غير متزوج، فقمت بالتجارة بهذا المال، فهل يجوز لي أخذ الأرباح؟ هذا الورثة، إذا الورثة تعاقدوا معك وعطوك إياه تتاجر به لا بأس، لأنه أصبح ملك للورثة، ما هو للميت، الميت انتهى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.